تحياتي الدولية للمحاصيل الزراعية وماذا نرى لها. وقلنا في آخر فيديو ليه إن إحنا بنصحح الموجة التالتة اللي بدأت من المستويات دي لحد المستويات دي، وقلنا لما بيكون عندنا تصحيح زي ده بنعلم ما بين مستويات ال 38 لحد مستويات ال 50 فيبو، وأي تراجع من المستويات دي بنستهدف الشراء، وبيكون أول هدف بالنسبة لنا هو آخر قمة تشكلت اللي هي بتبقى عند مستويات ال 18 جنيه تقريبا، وده اللي إحنا شايفينه. طيب أنا شايف إيه؟ أنا شايف إن أنا عندي بنية التصحيح مكتملة، وشفت إن أنا عملت كمان موجة إمبوز، وشايف كمان إن الموجة الأولى دي بتصحح، ممكن تصحح لحد مستويات ال 78 فيبو، يعني أنا قريب جدا من مناطق الشراء. كمان أنا بصحح بين مستويات 78 فيبو، أول ما نزلت إدتني شمعة فوليوم قوي، يعني بتقول لي إن أنا عندي منطقة إنعكاس قوي. طيب اللي انا شايفه ايه؟ انا شايف ان احنا في مناطق طلب جيده اللي احنا قلنا عليها ما بين مستويات ال 12 جنيه لحد مستويات ال 13 جنيه ونص، كلامنا ما اتغيرش. طيب انا بستهدف ايه؟ انا قلت بستهدف ان انا ممكن استهدف الشراء باكتر من طريقه. قلت الطريقه الاولى ان انا ممكن اخد من بدايه الانعكاس بتاعتي، اخد كل المستويات دي من هنا لهنا، وابحث عن مستويات من 50 لحد 61 فيبو، يعني ما بين مستويات ال 19 لحد مستويات ال 20 ونص. ده السيناريو. السيناريو الثاني ان انا عندي موجه اولى ومنتهى البساطه ولسه ما اعرفش هتبقى قطريه ولا لا، هاخد منها ومنتهى البساطه لو انا فعلا اتشكل عندي القاعده، فانا ببحث عن مستويات ال 161 فيبو لحد مستويات ال 200 فيبو، يعني عند مستويات ما بين 19 ونص لحد مستويات ال 21 جنيه تقريبا، وما زلت ابحث لها عن قمه ما قبل تصحيح للموجه الثالثه كلها اللي بدات معايا من المستويات تقريبا. خلينا نشوف بالظبط من المستويات دي اللي هي عند تقريبا مستويات الخمسة جنيه ونص، ده اللي انا شايفه، وخلينا ننتظر ونشوف ردة الفعل، وبالتوفيق.